مرحب بكم مشاهدي عين على البرلمان، الجولة الأولى النهاردة متابعة آخر الأخبار البرلمانية والأخبار العامة اللي بتهمكم في شتى المجالات اللي أبرزها تصديق الرئيس السيسي على بعض القوانين. كمان مستمرين في متابعة ملف العام الدراسي الجديد والشكاوى اللي وصلت لينا من عدد من أولياء الأمور عن مشاكل أبنائهم في الدراسة سواء كانت في المدارس أو في الجامعات. بس خلوني أبدأ معكم سريعا بأهم وآخر الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية. جاء تعديلات القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، وهي أن يفرض رسم مقداره 200 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه بالنسبة لغيرهم على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج، باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس بعد موافقة مجلس النواب عليه، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون آخر مستقل. كما أصدر الرئيس السيسي قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبة ضد كل من قام بختان الإناث، وأصدر أيضا قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ونشرت في الجريدة الرسمية. مهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قال إن مصر بتسعى للحصول على 1.5 مليار من الدولار قيمة الشريحتين الثانيتين من قرضي البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية قبل نهاية العام. يذكر أن البنك الدولي قد وافق على تقديم قرض لمصر ب3 مليارات دولار العام الماضي على 3 شرائح، حصلت مصر منها على 1 مليار دولار هذا الشهر بعد موافقة مجلس النواب على ضريبة القيمة المضافة. كما وافق البنك الإفريقي للتنمية العام الماضي على تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 شرائح، حصلت مصر منها على الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر الماضي. مستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن مصر بتتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي أمس برفض حق الاعتراض الفيتو والذي مارسه الرئيس أوباما على ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة. كانت وزارة الخارجية قد أعربت في وقت لاحق عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأمريكي لحق النقد ضد التشريع المشار إليه بيتسق مع قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث أنه ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى. سيادة النائب مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، سيادة النائب برحب بحضرتك، وكيف تتابع ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من قرارات قد تؤثر بشكل سلبي كبير على الدول العربية وبعض الدول العربية بالتحديد؟ يعني الحقيقة أن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السعودية وبعض الدول العربية الأخرى هو قرصنة، هجمة من الكوبوي الجديد ضد سيادة الدول وحصانة الدول واعتداء على القانون الدولي وعلى ميثاق الأمم المتحدة. مجلس الشيوخ يعني وافق بأغلبية كاسحة تصل إلى 97 عضو من 100 عضو، ومجلس النواب وافق أيضا بأغلبية كاسحة تصل إلى 348 عضو في مقابل اعتراض 77 على رفض الفيتو الرئاسي الذي اتخذه الرئيس أوباما ضد القرار السابق الصادر من الكونغرس والذي يجيز لعائلات وأقارب ضحايا 11 سبتمبر رفع دعاوى تعويضات ضد السعودية وغيرها من البلدان. في تقديري أن ما حدث بالتأكيد أمر ستكون له تداعياته الخطيرة، لأنها أولا هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها الكونغرس فيتو الأوباما من بعد نحو 12 فيتو تقدم بها قبل كده وتم تمريرها. الأمر الثاني أنه الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تبلغ حوالي 850 مليار دولار، منها 119 سندات خزانة، وهذه هي التي سيتم الاعتداء عليها أولا. وكمان علينا أن ندرك أن حجم التعويضات المطلوبة لضحايا أحداث سبتمبر تبلغ حوالي 3.3 تريليون دولار، يعني معنى يعني 3000 مليار 3300 مليار. معنى ذلك أنه بعد ما يستولوا ويتم السطو على أموال المملكة العربية السعودية
بالتأكيد سيجعله النفط السعودي رهن مقابل هذه التعويضات، وهذا أمر خطير. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها إنه بالمنطق ده يحق للسعودية أيضا وللدول العربية إلغاء الحصانة السيادية والقضائية عند التعامل مع أي من مواطني أمريكا أو الشركات الأمريكية أو المسؤولين الأمريكان. وعشان كده أنا بقول حقيقة إن ده تطور خطير جدا يستوجب من العرب جميعا أن يقفوا بكل قوة إلى جانب المملكة العربية السعودية وأن يدافعوا عن القانون الدولي. وأنا بسأل حقيقة بان كي مون اللي ما بيسيبش واحد من النشطاء إلا ويطلع يديله بيان على أي حاجة صغيرة، ألا يحركوا الاعتداء على ميثاق الأمم المتحدة وعلى القانون الدولي بهذه الطريقة ليتحرك منتفضا ضد يعني إعلاء القانون الداخلي لدولة على القانون الدولي؟ هذا أمر خطير جدا للغاية الحقيقة. تمام. مصر من وجهة نظرك وبيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية كيف جاء؟ شوف يعني مصر بالتأكيد مع المملكة العربية السعودية، ومصر مع القانون الدولي ورفض إلغاء حصانة وسيادة الدول المعنية. لكن الإجراء أكبر من بيان من متحدث باسم الخارجية. مطلوب أن تدعو مصر فورا وأن يدعو الأمين العام للجامعة العربية الدول العربية لاتخاذ موقف واضح وصريح استنادا إلى هذا القانون. يعني أنت بتلغي حصانة الدول وأفرادها وأموالها، خلاص يجب أيضا أن يطبق نفس القانون في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا أن نشعر أمريكا أنها في خطر. أمريكا قتلت وشردت الملايين من العرب في العراق وفي العراق وليبيا. على كده بقى اللي موجودين في العراق من حقهم هم كمان يرفعوا تعويضات على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تسببت في تشريد الملايين. سوريا من حق الأهالي اللي تضرروا، صحيح؟ من أفغانستان للعراق لسوريا لليبيا، كل دول لفلسطين، كل دول عليهم أن يرفعوا قضايا يطالبوا فيها بالتعويض وبمحاكمة المسؤولين. يعني نفسنا نشوف بوش وأمثاله موجودين في قفص الاتهام. نفسنا بالفعل بمنطق هذا القانون يلقى القبض على أوباما في أول زيارة لأي بلد عربي ويحاكم بمقتضى هذا القانون اللي صنعته يداه. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها، التمثيلية اللي عملوها علينا من البداية إن الكونجرس ومن حق الرئيس الأمريكي إنه يعترض ويستخدم حق النقد الفيتو، دي تمثيلية متفق عليها. أنا أرجع إلى كلام جيمس ويلسي مدير مخابرات مركزية الأسبق في المحاضرة اللي قالها في إكس فورد عشية الحرب على العراق سنة 2003. العراق هدف تكتيكي، السعودية هدف استراتيجي، مصر ومصر الجائزة الكبرى. وبقول للعرب جميعا وبقول للناس جميعا، من سيفرح ومن سيسعد بهذا القانون ضد بلد عربي هو المملكة العربية السعودية لسبب أو لآخر، بكرة هيدوق من نفس الطعم. هذا قانون قرصنة يستهدف الأمة العربية والإسلامية، بل يستهدف كل العرب الخاص. وأمريكا بهذا الأمر تعود إلى شريعة الغاب، لا 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 حساب، لا تعمل حسابا لا للأمم المتحدة ولا للقوانين الدولية ولا للعهود المدنية ولا أي شيء. احنا قدام همجية جديدة وبلطجة القوة تنفذ الآن على بلد عربي، وعلى فكرة مش بس السعودية، صحيح، مصر أيضا فيها متهم من ضمن 19، والإمارات كذلك الحال، وسيعود علينا أيضا بالتعويضات. فلابد أن نكون حريصين ولابد أن نكون أقوياء في موقفنا ضد هذه الهمجية التتارية الأمريكية. اللي حاصل ده استكمال لما يسمى بالربيع العربي، وهو ربيع عبري. كل يوم الأحداث تؤكد أن هذا الربيع هو هدف إسرائيل، هو هدف تفتيت المنطقة العربية، وهدف الاستيلاء على ثروة العرب جميعا. طيب الكلام ده في فترة الرئيس أوباما وهو راحل خلاص، يعني أيام شهور قليلة جدا ويرحل. هل من حق الرئيس الأمريكي القادم أن يلغي هذا القرار أو هذا القانون؟ لا، خلاص المرحلة الثانية أقر فيها القانون، كان ممكن في المرحلة الأولى. إنما المرحلة الثانية بأغلبية الثلثين واخد أغلبية كاسحة، خلاص أصبح قانونا رسميا. يعني حتى لا يستطيع أن يلغيه الرئيس الجديد، إلا الكونجرس ذاته الآن. ومن ثم إحنا أمام هجمة جديدة تتوازى مع الهجمات العسكرية اللي قامت بها أمريكا في العراق وفي غيرها. واللي بيحصل النهاردة ده تطور جديد لحروب
الجيل الخامس، ولكن بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، الابتزاز المباشر والاستيلاء. هذه قرصنه، هؤلاء لصوص يريدون سرقه مال موجود لديهم بافتعال حدث ما. يعني بعد 15 سنه وبعد ما خبيت 28 صفحه، ده السعوديه نفسها دوله تتعرض للارهاب، فكيف تسميها دوله راعيه للارهاب؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ هل تسعون الى تفتيت السعوديه؟ هل تسعون الى التآمر على الاماكن المقدسه؟ الامر جد خطير، واذا ما خدناش الموضوع ده بعينه الجد يبقى احنا بنكرر اللي حصل في العراق، وبنكرر اللي بيحصل في كل البلدان العربيه، وبنفتح الطريق امام استمرار المؤامره لتنتقل من بلد الى اخر. بكره يطبقوا علينا نفس القانون بحجه ان احنا ما بنوصلش الميه لاسرائيل، ويكون يجب ان احنا نعمل كذا، او ان احنا علينا ان احنا ندفع تعويضات عن فترة جمال عبد الناصر، وقس على ذلك كثيرا. صحيح، نحن الان صحيح امام بلطجه سياسيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب مصطفى بكري، عضو لجنه الاعلام والثقافه. الإدارة العامة للمرور قررت إجراء عملية إغلاق جزئي لمحور 26 يوليو لمدة يومين لصيانة فواصل الطريق. من المقرر غلق الجزء الأيمن من المحور في الاتجاه القادم من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان اعتبارا من الساعة 1 صباح الجمعة وحتى الساعة 8 من صباح السبت. مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور العقيد مصطفى إبراهيم بينضم لي على التليفون المزيد من التفاصيل. سيادة العقيد برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذ شريف، اهلا بحضرتك وجميع الساده المشاهدين. اهلا بك فتح. اهلا بحضرتك. يعني عمليه اغلاق جزئي المحور 26 يوليو لمده يومين لصيانه فواصل الطريق، ايه الاجراءات المتبعه وايه اللي حضرتك تنصح به الساده قائدي السيارات والعربات؟ طبعا احنا يعني في البدايه عايز بس اؤكد على نقطتين مهمين. النقطه الاولى ان يعني الضروره الفنيه او الحاله الفنيه لهذه الاعمال ملحه جدا. عايز اقول لحضرتك يعني الاداره العامه للمرور كلفت الشركه المنفذه بتقرير من مكتب استشاري على مستوى عالي فنيا جدا، وافاد بضروره الاصلاحات. النقطه الثانيه ان احنا يعني بنوعد المشاهدين الكرام او لن تتم هذه الاعمال الا في ايام الاجازات وايام العطلات الرسميه. طبعا نقدر اهميه محور 26 يوليو كمحور مروري هام رابط بين وسط المدينه وبين مدينه اكتوبر ومدينه الانتاج الاعلامي وطريق الوح، كل الطرق دي يعني المحور على مستوى او يعني اهميته المروريه لا تخفى على احد. التفصيلات الاعمال ان شاء الله باذن الله النهارده اعتبارا من الساعه 12 بالليل حتى الساعه 8 صباح السبت هيتم اجراء اعمال هتستلزم استقطاع الحاره اليمنى في منطقه اعلى شارع السودان في الاتجاه القادم من ميدان لبنان ووسط الجيزه باتجاه مدينه اكتوبر. مهم برضو ان احنا نوضح باقي الجدول الزمني لهذه الاعمال، وان كان يعني الامر يستدعي توضيح اخر قبل بدايه كده في نفس التوقيت الاسبوع القادم، ان احنا هيتم استقطاع الحاره اليسرى في كلا الاتجاهين للقادم من والمتجه الى مدينه 6 اكتوبر. الاعمال دي هتاخد فتره طويله شويه، من حسن الحظ ان احنا عندنا الخميس الجاي كل سنه وحضراتكم طيبين اجازه اعياد اكتوبر. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. فهناخد من الساعه 12 بالليل يوم الاربع بالليل اللي هو صباح الخميس اجازه 6 اكتوبر، والجمعة الخميس بالكامل القادم والجمعه بالكامل، وهيعاد فتح الطريق مره اخرى سبت 8/10 الساعه 8 صباحا. دي معلوميه كده عشان يبقى في فكره مسبقه عن اعمال الاسبوع القادم، لكن بنؤكد على اعمال هذا الاسبوع ان شاء الله هذه الاعمال هتتم في استقطاع او اصلاح الفواصل العرضيه باستقطاع الحاره اليمنى للي جاي من ميدان لبنان اتجاه مدينه 6 اكتوبر من الساعه 12 بالليل النهارده حتى الساعه 8 صباح يوم السبت اللي جاي 1/10 ان شاء الله. طبعا احنا يعني هتبقى العلامات الارشاديه موجوده، مؤكدين على الشركه المنفذه ان يبقى في ارشادات، خدمات مروريه تبقى موجوده ان شاء الله باذن الله، يعني تنتهي هذه الاعمال على خير، وان شاء الله برضه نتواصل مع حضراتكم لايضاح اكثر عن الاعمال اللي هتتم خلال اجازه 6 اكتوبر ويوم الجمعه القادم باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا ليك يا فندم، شكرا سياده العقيد، شكرا على كل المعلومات.
محمد سعفان وزير القوى العاملة قال إن يوم الحد المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، كل عام وحضراتكم بخير. أوضح الوزير في بيان له اليوم أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. بيستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل. كما أصدرت الوزارة منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات. استقبلت محافظة مرسى مطروح أمس البابا توادروس بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لكنيسة السيدة العذراء، حيث التقى القيادات الشعبية ومشايخ القبائل بحضور علاء أبو زيد محافظ مطروح. كانت محافظة مطروح قد نظمت استقبالا شعبيا حافلا شاركت فيه مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك لارتباط أهالي المحافظة بشخص البابا توادروس، حيث كان يشغل منصب أسقف كنيسة مطروح مساعدا لنيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة ومطروح. مزيد من التفاصيل عن زيارة قداسة البابا لمحافظة مطروح في رسالة زميلنا أحمد غنيم، نتابع. بنرحب بكم مشاهدينا من داخل محافظة مرسى مطروح، حيث تستقبل المحافظة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في زيارة هي الأولى من نوعها، وأيضا بمناسبة مرور حوالي 50 عام على كنيسة السيدة العذراء. بالتالي هناك فرحة وأجواء من البهجة بالنسبة لأهالي مطروح، خاصة هذه الزيارة كما ذكرت في البداية هي الأولى من نوعها. مع بعض الأهالي طبعا بنرحب بكم في البداية، كلموني عن شعوركم النهارده، ويمكن البابا توادروس هي اول زياره لي في محافظه مرسى مطروح. طبعا شعور لا يوصف، كل مبسوط وكل فرحان ان البابا يعتبر اول زياره لبابا محافظه مطروح. كل الناس في استقباله كانت مبسوطه وفرحانه، والكل سعيد جدا جدا جدا، يعني سعاده لا توصف. يعني اليوم ده بيمثل لكم ايه؟ طبعا هو احتفال بالعيد الخمسين لكنيسة العذراء مريم، فالكل مبسوط، يعني تحس حتى ان الناس مبسوط. نتعرف بحضرتك طبعا، وعايز اتكلم عن حرصك على المشاركه النهارده. النهارده بالنسبه لي هو يوم عيد حراسه قداسه البابا دوت، ده رمز من الرموز. طبعا هو اول حاجه كان اسقف عندنا في مرسى مطروح دوت، وراعي الكنيسه قبل ما يكون اسقف العام بتاعنا لما البابا شنوده. طبعا النهارده يوم عالمي، عمر ما تنسي في تاريخ الكنيسه ابدا، ده عمر يتفحر من ذهب كده دوت. هو بالنسبه لنا احلى يوم واحلى يوم وانضف، احلى يوم طبعا النهارده يوم ما يتعوضش. فرصتك النهاردة في الدخول للقاعة وحضور طبعا صلاة القدس، مستنين اليوم دوت بفروغ الصبر. احنا بقى لنا كتير جدا حاول يخش لكن ما عرفش، انت النهاردة دخلت وشاركت؟ الحمد لله النظام هنا بدعاوي، ترتيبات امن، ترتيبات كشافة، كل النظام هنا ما على اعلى مستوى، فوق عالي جدا جدا النظام. بعد كده ما فيش صراحة، الحمد لله. ماشي، اتفضل يا فندم. كان جيبيني برضو عن شعورك النهاردة والاجواء اللي موجودة كمان. انا مبسوطة جدا جدا ان انا اول مرة اشوف البابا ومبسوطة جدا جدا، واحنا كنا بنتمنى اللقاء ده من زمان. بس انا عايزة اشكر بس الامن، احنا دخلنا في هدوء تام ودخلنا كويسين جدا، وعايزة اقول ان انا مش قادرة اقول فرحتي ايه النهاردة. ميرسي خالص، شكرا. ايضا معي احد المواطنين، طبعا برحب بحضرتك، متعرف بيك في البداية، وعايز اتكلم كمان عن الترتيبات اللي كانت موجوده ومشاركتك النهارده في صلاه القداس وايضا في هذه المناسبه. اولا دي اول مره البابا يزور مرسى مطروح. هو النهارده عزاء صح؟ عيد، وتمثلت في استقبال البابا في طول الطريق من اول اسكندريه لغايه مطروح، تمثلت في شارع اسكندريه، تمثلت في استقبال السيد المحافظ والقيادات الشعبيه والامنيه للبابا. النهارده فعلا احنا حاسين النهارده في عيد، وان احنا سعداء بهذا اللقاء. انا عايز اعرف المراسم اللي جوه اللي بتتم دلوقتي ايه؟ ده صلاه عشيه استعدادا للقداس باكر. شكرا ليك يا فندم. العفو.
اعزائي المشاهدين كما تابعنا معكم يمكن اجواء من الفرحه والبهجه هنا في محافظه مرسى مطروح، خاصه ان داخل كنيسه السيده العذراء، ربما ايضا خارج الكنيسه هناك استنفار امني وهناك استعدادات على اشدها داخل محافظه مرسى مطروح. يمكن هناك مشاركه من جميع اطياف الشعب في محافظه مرسى مطروح او المواطنين، سواء ايضا هناك وفد من مشيخه الازهر وايضا التيار السلفي كان متواجد، وعدد كبير من الاطياف المختلفه في محافظه مرسى مطروح، وبالتالي احتفال كبير بهذه الزياره. شكرا لكم مشاهدينا والى اللقاء. واحنا كمان بنشكرك احمد غنيم، بعد الفاصل مكملين معاكم مشاهدينا، خليكم معانا. اهلا بيكم من جديد. النهارده بيشهد الدكتور جلال السعيد وزير النقل والدكتوره سحر نصر وزيره التعاون الدولي التشغيل التجريبي لميناء أرقين الحدودي بين مصر والسودان، وذلك في اطار تنميه العلاقات المصريه الافريقيه بصفه عامه والسودانيه بصفه خاصه، وذلك بحضور اربع رؤساء لجان برلمانيه هم اللواء كمال عامر رئيس لجنه الدفاع والامن القومي، السفير محمد العرابي رئيس لجنه العلاقات الخارجيه، اللواء حاتم بشات رئيس لجنه الشؤون الافريقيه، واللواء سعيد طايمه رئيس لجنه النقل والمواصلات. جدير بالذكر ان ميناء أرقين البري هو نقطه الانطلاق الاولى لمحور الاسكندريه كيب تاون، والذي يعمل على ربط اكبر تكتل افريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادي، بيخدم حركه التجاره ل 15 دوله افريقيه بتقع على الطريق التجاري البري لهذه الدول. في سياق آخر، أثار النائبان اللواء حاتم بشات رئيس لجنة الشؤون الإفريقية واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أزمة في مطار القاهرة أثناء دخولهم صالة رقم 2 لاستقلال الطائرة المتجهة إلى مطار أبو سمبل بسبب اعتراضهما على إجراءات التفتيش وخلع الأحذية. اشتكى النائبان المرافقان لوفد وزارة النقل المتجه إلى ميناء أرقين لحضور التشغيل التجريبي للمنفذ بين مصر والسودان للدكتور جلال سعيد وزير النقل من إجراءات التفتيش. من جانبه رد وزير النقل على شكوى عضوي مجلس النواب بالاعتذار لهما عما حدث، وأنه سيعالج هذه الشكاوى من سوء التنظيم وسيأمر بالتحقيق في الواقعة بشكل فوري. أثارت مبادرة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الخاصة بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك عند عودتهم للبلاد حالة متضاربة بين الفرحة من جانب المصريين في الخارج والرفض من جانب بعض وكلاء السيارات اللي بيشوفوا إن الإجراءات هتضر بمصالحهم وتؤثر على سوق السيارات المحلية والصناعة المحلية. اقترح عدد من المصريين بالخارج أن تعفى سيارات المغترب مقابل إيداع نقدي وفق السعة اللترية للسيارة لمدة 3 سنوات، مما سيمكن الدولة من جمع مليارات الدولارات على أن يحق المغترب سحب الوديعة بعد 3 سنوات. من جانبه قال محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركي للمصريين بالخارج أن المصريين بالخارج بيواجهوا مشاكل كتيرة جدا لدخول السيارات الخاصة بهم في الجمارك ويدفعون مبالغ تصل ل 140 ألف جنيه، لافتا إلى أن مبادرة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خطوة جيدة ومحترمة وبتجدد ثقة المصريين بالخارج في دولتهم. مؤسس حملة بقى إعفاء جمركي المصريين بالخارج أستاذ محمود شكل، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني شايف إزاي مبادرة وزيرة الخارجية وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الخاصة بإعفاء سيارات المصريين بالخارج؟ يعني شكرا لحضرتك، والمبادرة إن كانت من خلال المملكة العربية السعودية وتشمل جميع الدول، وتقدمنا للدكتورة نبيلة وبالفعل هي بدأت تسير معنا على نفس الخط، بالفعل هي بدأت تحاول رسم الابتسامة مرة أخرى على العاملين بالخارج من خلال المبادرة التي طرحناها التي سوف تعود على الجميع سواء المصريين داخل مصر أو خارج مصر أو الاقتصاد المصري تعود عليهم بالخير. اقترحنا سيد الشريف اقتراح وقدمناه للدكتورة نبيلة ينص على وضع وديعة دولارية، فالأرقام تتراوح من بين 7 مليار دولار. هذه الوديعة ترد مرة أخرى بعد 2.5 سنين بدون فايدة، يعني تحدثنا عن وجود نفع إلى وجود كارد، الآن الكارد سوف يرهق مرة أخرى الدولة في مرابحة وبفوائد. الشق الآخر وهو في صندوق صحي مصر مبلغ دولاري يقارب 5 مليار دولار. الفايدة التي سوف تعود على المغترب يحق لنا الدخول بالسيارة داخل الأراضي المصرية، لأن أنت تعلم تماما
ان عند انتهاء الخدمه خارج البلاد يكون هناك اعاقه شديده عندما اريد الدخول بالسياره مره اخرى داخل مصر، يكون هناك الجمارك وانت تعلم الجمارك مكلفه للغايه، وهناك ايضا شرط اخر يسمى بند ملك اول. هذه كل الامور التي جعلتنا ننطلق بمشروع ضخم يفيد الاقتصاد ويفيد المصريين داخل مصر، ان كان يفتح له مشروع يشتغل عليه مركز لتغيير الزيوت او مركز للصيانه او قطع الغيار، وايضا يستفاد العامل ده خارج مصر برسم الابتسامه مره اخرى وتجديد الولاء لدولته الحبيبه، وان احنا نشعر فعلا ان في احد يستمع لينا، في احد يقدر اننا مغتربين عن البلاد ونحتاج الى بعض من يشعر بينا في مثل هذه الامور. فلذلك انا من خلال برنامج حضرتك انا ادعو مره اخرى الدكتوره نبيله مكرم الاستمرار في مطلب الحمله، ادعوها بان تستمر في هذا العمل الجيد الذي سوف يعود على الجميع بالخير كما وضحت لحضرتك. تمام. المشكله بقى ان ممكن ده يتم الاعتراض عليه من قبل بعض وكلاء السيارات المحليين في مصر. تمام، هو سؤال حضرتك طبعا سؤال جميل جدا، واحنا قيدنا انفسنا بوجود فتره حظر بيع تتراوح بين 3 سنوات للشريحه الثانيه والشريحه الاولى، وحظر البيع في الشريف حظر البيع يعني انني غير لن استطيع بيع السياره داخل مصر، وهذا يمنعنا بالاحتكاك بالتجار ويعطي الحق للعميل بالخارج بدخول السياره مع وجود حظر بيع، يعني ده اللي يدل ان احنا نيتنا صافيه، نيتنا نسعى الى ان سيارتي اللي امتلكها خارج مصر اللي دفعت قيمتها بالخارج بالكامل ان هي تكون معايا داخل دورتنا الحبيبه، فده طبعا بعيد عن الاتجار قيادنا وصلت لهذه الفتره وهي حظر البيع. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود شكل مؤسس حمله اعفاء جمركي للمصريين بالخارج من السيارات. احنا يعني الحقيقه احنا عايزين اعفاء جمركي للسيارات داخل وخارج، مصريين في الخارج وفي الداخل. مجلس النواب كان كرم اللاعبين ابطال الدوره البارلمبيه اللي نجحوا في تحقيق 12 ميداليه في العاب متنوعه باولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل. كاميرا عين على البرلمان كان ليها لقاء مع هؤلاء الابطال في رساله زميلنا محمد الرئيس، نتابع. مشاهدي عين على البرلمان بنرحب بحضراتكم من قلب مجلس النواب. اليوم بتجرى مناقشه يعني مقترح او مطالب ذوي الاحتياجات الخاصه في قانون تعديل بعض النقاط، ان هو نشير الى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه، نحسن من وضعهم القانوني، فرص العمل وغيرها. لكن الابرز النهارده هو حضور أعضاء أو لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة والمشاركين في ريو دي جانيرو في دورة الألعاب البارالمبية يعني لأصحاب أو لذوي الاحتياجات الخاصة، وهم فعليا حصلوا على الميدالية البرونزية وشرفوا بكل تأكيد اسم مصر ورفعوا اسم مصر عاليا، وهم متواجدين اليوم في مجلس النواب لمناقشة أهم النقاط اللي بيرغب ذوي الاحتياجات الخاصة في مناقشتها وأيضا لتكريمهم في مجلس النواب. معنا اللاعب صبري البرعي، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة، بنرحب بحضرتك معنا وبنهنيك طبعا على الحصول على الميدالية البرونزية. أهلا بيك وبقناة الحياة، ومبروك على مصر كلها الميدالية البرونزية. طبعا الموضوع كان بتعب، بقالنا 4 سنين بنحضر للأولمبياد، وكان المفروض إن احنا ترتيبنا السادس في لندن، وطبعا كنا داخلين ان احنا يعني مش هنحسن ترتيب، ان ربنا يكرمنا ان شاء الله بميداليه. كانت صعبه جدا، يعني مش كانت سهله او كده. احنا لعبنا، كنا بنلعب مع البرازيل في مباراه تحديد الميداليه البرونزيه، وكنا متاخرين تقريبا 2-1، وتقريبا ما فقدناش الامل، وفضلنا برضو في وسط الضغط الجماهيري وفي وسط برضو التحكيم اللي كان باين للكل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكلل تعبنا في الاخر وان احنا نحصل على البرونزيه. فما كناش مصدقين، كان الفريق كله كان بيبكي، كان فرحه. انا لعبت بطولات كتيره، سواء كاس عالم قارات او كاس عالم او بطولات افريقيا او بطولات عربيه، عمري في حياتي ما حسيت الاحساس ده لحد اللحظه دي، ما حسيتش الاحساس الجميل ده. اكيد يعني حاجه مشرفه جدا وحاجه مبهجه لكل المصريين ان احنا نحصل على ميداليه برونزيه في مباراه قويه زي اللي لعبتوها مع البرازيل، لكن اسمح لي بالإضافة لفرحتكم بالحصول على البرونزية وفرحتكم برفع اسم مصر عاليا في ريو دي جانيرو، لكن
النهارده احنا موجودين في مجلس النواب في تكريم تم او هيتم للاعبين. يعني اسمح لي هو سؤال تقليدي شويه، لكن عايز اعرف شعورك ايه النهارده وانت بتلاقي اهتمام من المكان التشريعي الاول في مصر ومكان نواب الشعب اللي هو يعني بيقولوا لكم شكرا ليكم على رفع اسم مصر وبيحيوكم ويهنوكم على حاجه زي كده. والله انا بعتبر ان ده بيت الشعب المصري، مجلس الشعب بيت الشعب المصري. وانا لما جالي الخبر امبارح انا ما صدقتش او كنت يعني خايف ان هو يتلغى او حاجه، لان المقام كبير جدا وما كنتش احلم بصراحه في يوم من الايام ان انا ادخل مجلس الشعب او مجلس النواب. فانا يعني احنا جايين في الطريق بنكلم بعض وبنهن بعض ان احنا بحصلنا على الميداليه البرونزيه، جه الوقت ان احنا ندخل يعني مجلس النواب. وبصراحه كان شيء جميل جدا من التقديم وتقديمنا، الواحد كان من كتر الكلام كان بيحط وشه في الارض من خجلا من الكلام الكتير الجميل اللي كان بيتقال علينا. فشيء جميل جدا ان احنا نكون موجودين في المكان ده. طبعا احنا النهارده يعني التكريم هو جزء من اساس وجودكم، لكن في جزء اساسي مهم جدا مش لازم ننساه وهو المشاركه في مقترحات وتعديلات خاصه بوضع ذوي الاحتياجات الخاصه في القانون. يعني اهم النقاط اللي حابب تشير اليها، اهم التعديلات المطلوبه، بعض النقاط اللي شايف انه ضروري يتم الاهتمام بيها، واكيد عرضتوا المقترحات بتاعتكم دي النهارده في الاجتماع. اول حاجه المواصلات، يعني ليه ما يكونش المواصلات بتاعه المعاق مجاني؟ النقطه الثانيه طبعا، ودي بتحصل في بلاد بره، معرفش في مصر طبعا لظروف البلد، ان احنا الباص بيوقف في المحطه بينزل للمعاق زي سلم كده متحرك، بياخده بالكرسي وبيطلعه. طبعا يبقى دي بالنسبه للمواصلات. بالنسبه للشغل، انا نعرف ناس كتيره جدا ما اشتغلتش. طب هو هياكل منين ودخله ازاي؟ طبعا ما فيش شغل، نسبه 5% قلت، نطالب ان هي تزيد، ياخد حقه في المجتمع. حته ان النهارده ان بالنسبه للسكن والكلام من ده، في ناس كتيره برضه مش لاقيه مكان تقعد فيه، وطبعا يعني ده برضه نتمنى ان يتوفر لهم حاجه زي كده. دي من اهم النقاط. يعني كل النقاط دي عرضتوها في اللجنه ويعني سجل المقترحات بتاعت حضراتكم دي عليها. تمام، ده سجل فعلا بالفعل. طيب اسمح لي يعني في كلمه اخيره عايزين نعرف من حضرتك، تقول ايه لكل المصريين ولكل افراد الشعب المصري بمناسبه حصولك على البرونزيه ووجودك اليوم في مجلس النواب، ولو ليك مطلب رئيسي هيكون ايه؟ هبدا بالكلمه، مفيش حاجه اسمها مستحيل. فعلا 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 مفيش حاجه اسمها مستحيل، وبقولها للشباب. يعني اي واحد النهارده قاعد، يعني معلش، لو دخل صاله حديد او لعب او مارس اي حاجه، بالتاكيد هيوصل. انا ما كنتش في يوم من الايام احلم ان انا اكون كده، وربنا كرمني ووصلت لده. فانا كنت بحلم اقابل لعيبه المنتخب اللي هم من جيلي، اقابلهم اسلم عليهم. النهارده بقوا زمايلي، بقوا اعز اصدقائي، حققت معاهم وانا كنت لسه بلعب كده، يعني مجرد بس حاجه. بس انا كان عندي اراده ان انا اوصل. فاي واحد وراه معاه اراده وهيوصل، اكيد بالتاكيد هيوصل. الحاجه الثانيه والمطلب وده الاهم، نتساوى. ما ينفعش انا مصري وحضرتك مصري، ما ينفعش حضرتك جبت ميداليه في الاسوياء تاخد مبلغ سي معين انا اخد نصك. طب ما انا جايب برونز وانت جايب برونز، ده اللي بيحصل. فمطلبنا المساواه، لان انا بني ادم برضو اكيد باكل وبشرب وبنام، وحضرتك برضو بتاكل وبتشرب وبتنام. ما ينفعش انت تاخد اكتر مني ويحصل معايا اللي بيحصل ده. فاحنا بنطلبها وطلبناها من الوزير على اساس ان احنا نتساوى، وهو وعد قبل ما نسافر، ونتمنى ان احنا نتساوى ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا وبنهنيك مره ثانيه على رفع اسم مصر وتشريف اسم مصر بالميداليه البرونزيه. مشاهدينا من مجلس النواب، ويعني جلسه واجتماع للجنه لمناقشه ما يخص اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصه كلها، يعني التفاصيل كلها سنوافيكم بها اولا باول. مشاهدينا تحياتنا ليكم وعوده الى الاستوديو مره اخرى. شكرا ليك محمد الرئيس. الحقيقه موضوع مبادره وزيره الهجره السفيره نبيله مكرم الخاصه باعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك لعودتهم من البلاد، زي ما قلت لحضراتكم، حاله من الجدل ما بين المؤيد وما بين المتحفظ، حتى ما تخلينيش اسميها معارض على هذا الامر.
بينضم لي على التليفون سياده النائبه غاده عجمي عن المصريين بالخارج. برحب بحضرتك سياده النائبه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ايه راي حضرتك في موضوع اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك؟ يا فندم احنا طالبنا مجموعه طلبات تخص المصريين في الخارج، لان المصريين في الخارج بصراحه منسيين في طلبات كتير جدا. مش الطلب ده، احنا طالبنا كمبدا مش عشان اعفاء جمرك سياره، احنا طالبنا علشان رحمه بالمصريين ان يكون ومساواه لبعض مع بعض الدول اللي اقل منا في التنميه، ان هو نازل ينزل سياره وعفش اساس بيت لي مره في العمر. ليه؟ لان حضرتك السيارات لما بتتجاب في الخليج او في بره بتتباع برخص التراب، واستحاله واحد يكون خلص مده عقده او اتلغى عقده او خلص مده خدمته بره ان هو يبيعها برخص التراب وهو جايبها غاليه ويجي يبتدي من نقطه الصفر تاني. فاحنا طالبنا ان كل واحد انهى مده عقده مره في العمر، مره في العمر يعني ممكن يكون انهى مده عقده وهيسافر مره تانيه يدور في رزق تاني. مره في العمر ان هو ينزل باساس بيته، يعني من كل حاجة حاجة اللي هو أساس بيته اللي كان عايش بيه هناك وسيارته اللي هي تعتبر من الأساس ومن الضروريات. تمام. بعد المطالبة دي حضرتك شايفة أن الموضوع ده هيتم بالفعل ولا لأ؟ إن شاء الله هيتم، وبإذن الله تحت دراسة جدية جدا، ومعالي الوزيرة نبيلة متبنية الموضوع واتكلمنا بالتفاصيل فيها، وفي لانها داخل فيها كذا وزاره، بس هنشوف الشكل القانوني اللي هيقدر ان هو يحكم الموضوع ده بحيث ان هو ما يستغلش بطريقه خاطئه من اي جهه. فاحنا هنشوف برضو، احنا البلد لينا عليها يعني ضغوط، لكن هي على محمل الجديه. وانا كنت في مكان ما امبارح الصبح والحمد لله الموضوع واخد شكل جدي، بس هينفذ ازاي او الطريقه هو ده اللي الحوار هيكون عليه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا نائبه غاده عجمي عن المصريين بالخارج. نروح لفقره مشاكل التعليم وارجع اسمع مع حضراتكم اخبار المدارس ايه واخبار الجامعات كمان ايه في بدايه العام الدراسي الجديد، وايه هي الشكاوى. هستقبل مشاركات حضراتكم على الارقام اللي موجوده امامكم على الشاشه بعد الفاصل، خليكم معنا. قبل ما انزل من عسل انزل انزل انزل، لكن ده مش منظر جوه مدرسه. ايه العذر بتاعك ان انت ما تقدرش المدرسه دي؟ لو بنتك مش هتضربيها كده، بعد كده هنعمل لك محضر. بتاعك ان انت ما تقدرش المدرسه دي لو بنتك مش هتضربيها كده، بعد كده هنعمل لك محضر. اهلا بيكم مشاهدينا. مشاكل المدارس وبدايه العام الدراسي على كل ما هو مطروح في كل القطاعات المدرسيه، كل السنوات وكمان الجامعيه. هبدأ بس مع حضراتكم بالسويس. انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لطلاب مدرسة الشيماء الابتدائية بالسويس. زي ما حضراتكم شايفين الصورة بيعملوا إيه بقى؟ بينقلوا مواد البناء من رمال وطوب خلال اليوم الدراسي من أجل إجراء إصلاحات بالمدرسة. أرسل أولياء الأمور تلغرافات لوزير التربية والتعليم بيطالبوا بالتحقيق مع مسؤولي المدرسة لإجبارهم الطلاب على حمل مواد البناء. قال محمد أبو عمار المسؤول الإعلامي لحركة شباب السويس للتغيير أنه تم رصد قيام مدرسة الشيماء الابتدائية بمجمع السادات في السويس، وهو تصرف غير مسؤول من إدارة المدرسة مع طلاب مدرسة ابتدائي. بينضم لي على التليفون أستاذ عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس. أستاذ عبد الحافظ برحب بحضرتك. اولا اهلا بك، يعني بقول الشعب المصري كل سنه وهو طيب، وشعب السويس وتعليم السويس كل سنه طيبين بمناسبه العام الدراسي الجديد ان شاء الله. وحضرتك طيب دلوقتي اعياد اكتوبر يا رب، ودوم على مصر الاستقرار يا رب. دلوقتي ازاي يبقوا طيبين وفي مدرسه كده
بتخلي التلاميذ يشيلوا الطوب والرمل في بداية العام الدراسي علشان عمليات الإصلاح؟ أولاً يعني أولاً أنا طبعاً يعني بدأت أولاً أنا بشيد بالدور الإعلامي اللي بيقصد أي سلبية موجودة عشان نقدر نتلاشاها ونتفاداها. أولاً بالنسبة طبعاً ما فيش الأولاد، بس لازم تكون الصورة واصلة صحيحة. ما فيش طلاب من المدرسة راحوا عشان يشيلوا مواد البناء وما إلى ذلك طلاب المدرسة. لا، ده المدرسة عندهم حصة تربية زراعية في البداية، حصة تربية زراعية، وفي عربية رمل بره المدرسة أخطأت وراحت مكلفة العيال يجيبوا الرمل عشان يحطوه حوالين الأشجار، مش أكتر من كده. تصرف غير لائق، تصرف غير مقبول، وأنا لا أسمح به. وأنا اعتذرت قبل كده في قناة دريم، اعتذرت بالأصالة عن نفسي ونيابة عن تعليم السويس ونيابة عن إدارة الشمال والمدرسة وتصرف الفردي الغير مسؤول. أنا بعتذر به عن نفسي، أنا بعتذر به لنفسي، لكن ده تصرف غير مسؤول، وأنا حاولتها فعلا للتحقيق، وأضمن لابد أن نتخذ إجراء حاسم. ده تصرف فردي فقط لا غير، وده مش طلاب، ده طلبة عندهم حصة تربية زراعية. تمام، وصلت الصورة، وإحنا إذا السرعة في الاستجابة والرد المحترم يعني لا نملك غير التشجيع على الإيجابيات في المدارس، وخصوصا إحنا في بداية العام الدراسي الجديد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس. نروح لأستاذة نشوى من الجيزة، تفضلي يا فندم. أيوة يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا عندي مشكلة هنا، إن أنا ابني مفروض إن أنا اتنقلت من بني سويس للجيزة بسبب وفاة والده. تمام. هو في تانية ابتدائي تجريدي. أنا عندي مشكلة دلوقتي إن أنا مش عارفة أنقل الولد. الولد أنا متبعة إجراءات النقل من شهر 7، من بداية النقل يعني أنا التزمت ومشيت بالورق ورحت قدمت الورق في الإدارة وعملت كل حاجة. طلعت النتيجة إن الولد بتقبلش. إيه السبب؟ إن السبب إن الولد أصغر سنة، يعني عشان تجريبي هناك عندنا في المحافظة بياخدوا إن الولد بيدخل كيجي 4.5. تمام. هنا 5.5. طب انا ذنبي ايه؟ انا ابني لازم يتنقل. انا دلوقتي علاقتي ببني سويس اتقطعت، يعني من ساعه وفاه والده انا ما بقاش ليا علاقه ببني سويس. دلوقتي انا عايزه ابني معايا هنا. دلوقتي كل ما اروح اقدم طلب يقول لي استنى 15 يوم النتيجه، تظهر النتيجه ابني مش موجود. قلت له طب وبعدين والحل؟ تقول لي يمتحن بقى، يقدمي له هناك في المدرسه بتاعته وبعدين يجي يمتحن منازل. ازاي الطفل يمتحن من البيت؟ يعني ازاي الطفل اصلا اذاكر له في البيت؟ يعني طفل في ثانيه ابتدائي يذاكر في البيت ازاي؟ بأي كيفية؟ يعني في تعصب فظيع. قلت لها طب اوكي لازم يبقى في استثناء، ده ولد لسه والده متوفي والولد نفسيته تعبانه بسبب ان هو قاعد في البيت عايز يروح المدرسه زي جميع الاطفال. طيب يا فندم إيه؟ انا بس استاذن حضرتك ما تقفليش، حضرتك ارجعي للاعداد تاني وسيبي البيانات كامله عن المشكله بتاعت حضرتك، واحنا هنرجع تاني نتصل بيكي ونتواصل معاكي، نخلي يعني حد من الساده النواب في لجنه التعليم يتواصلوا مع حضرتك مع المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. تابع حضراتكم على الهواء مباشره طبعا الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال البابا توادروس بشكل رسمي وزيارته لمحافظه مطروح واللي كان موجود فيها قبل ان يصبح بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الأقباط في مصر. أنا بتابع معكم على الهواء مباشرة كما تتابعون. استعدادات أمنية كرنفالية تبدو احتفالية في استقبال البابا توادروس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. أستاذ أحمد من أسوان، تفضل يا فندم. السلام عليكم أستاذ شريف. وعليكم السلام ورحمة الله. المشكلة حضرتك في المدرسة، مدرسة عبد الجليل حسنين اللي تابع إدارة أسوان التعليمية. مدرسة إيه؟ دي واخد عبد الجليل حسنين. عبد الجليل حسنين. دي واخد عليها قرار إزالة من 3-4 سنين، وهيئة الأبنية التعليمية مش راضية تاخد فيها أي إجراء. ليه؟ لا مادي ولا إجراء بناء ولا أي حاجة، وما زالت قوة تابعة قوة إدارة التربية والتعليم بأسوان، يعني شغالة بها طلاب كثافتها 500 طالب وطالبة، بها 52 مدرس ومدرسة وأيلة للسيوط، وهي أصلا تحت رعاية وزارة الري لأنها أنشئت تبع مساكن وسكنات وزارة الري بجوار خزان أسوان، خدت بال حضرتك؟ فطبعا المشكلة فيها، وكل شوية تتعرض لسرقات، وآخر سرقة كانت من يومين وراح تم تحرير محضر بالواقع. يعني كل شوية تتعرض للسرقات، وإيه علاقة السرقات بأن هي أيلة للسقوط؟
دي حاجة حضرتك قايلة السقوط من ومحدش متحرك من المسؤولين إن هي تتبني وتتجدد من جديد، لا تدخل أي أعمال ترميم أو أي حاجة مع بداية عام دراسي من ثلاث سنوات وهي طالع عليها قرار إزالة. وجودها وسط سكنات بتاعت الري والمساحات الزراعية والكلام ده كله بيعرضها لسرقات متكررة، يعني كل حضرتك كل ست شهور أو ثلاث شهور تعرض سرقة. واللي حضرتك والنواب اللي في الدائرة التابعة للمدرسة لا يا فندم ما حدش متكلم، كله في غيبوبة ولا حد بيسأل ولا حد بيروح، ويعني رفعنا شكوى لأكثر من جهة، وزارة الري بتقول لك المدرسة مسؤوليتي، وزارة التربية والتعليم بتقول لك المدرسة مسؤوليتي، ولا ده متحرك ولا ده متحرك. والمشكلة والكارثة على الأولاد وأولياء الأمور والمدرسين والإدارين بالمدرسة. اي يعني امبارح على سبيل المثال حضرتك تهجم بعض السكان في حوالين المدرسه وضربوا المدرسين، منهم واحد واخد 12 6 غرف. ليه السبب؟ السبب لان هم حرر مدير المدرسه حرر محضر بانه تم سرقه المدرسه من خلال فلان وفلان اللي هم متعودين، وكل محضر يتم يتعمل تخش فيه اداره التربيه والتعليم ويخش طرف من المحافظه ويتم تصالح. يعني المدرسين بيتهموا الاهالي ان هم سرقوا المدرسه؟ بعض من الاهالي، يعني بعض أيوة الناس أيوة اللي أيوة مجاورين. أيوة. بعض الناس المجاورين للمدرسه حضرتك، يعني المساكن اللي جنب المدرسه 2 أو 3. امبارح تقول لحضرتك كانت مجزره في المدرسه. مدرس ياخد 6 غرز، وطبعا قوه المدرسه 52 مدرس ومدرسه، فيهم 3 مدرسين فقط والباقي ايه؟ سيدات. فطبعا ما حدش السيدات قعدت تصوت وتجري وخد حضرتك، وطبعا دول ايه طحنوا المدرسين. فراح حرروا محضر بالكلام ده، وجات النهارده حد من الاداره التعليميه ودخل المدرسه وقعد مع مدير المدرسه وخلى الموضوع كده ودي، وتحل الموضوع ايه بالتصالح. والموضوع ده ما يتكرر كل شويه، لا في امان على العاملين ولا في امان على المدرسات ولا في امان على الطلاب، فلازم يكون في حل. طيب انا بستاذنك برضو حضرتك تبعت لنا الشكاوى اللي انتم بعتوها واللي ما تمش الرد عليكم فيها، سواء كانت وزاره الري بقى ولا وزاره التربيه والتعليم. اول مره اسمع ان وزاره الري بتشرف على مدارس. المهم عايزين نعرف الشكاوى دي، استاذن حضرتك تبعتها لنا، ويا ريت لو في صور بترصد حال المدرسه او فيديوهات بترصد حال المدرسه ووضعها تبعتها لنا برضو كمان، واحنا برضو نحاول نوصل صوتكم للسادة المسؤولين وإن شاء الله خير. طلاب مدرسة ابتدائي ومجموعة الحقيقة من المشاكل اللي بيتعرضوا ليها الطلاب بالذات في المدارس الابتدائي وفي بداية العملية التعليمية. بينضم لي على التليفون سيادة النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن العمرانية. سيادة النائب برحب بحضرتك. طيب هحاول تاني ان احنا نتواصل مع سيادة النائب في العمرانية لعل مشكلة أستاذة نشوة تتحل سريعا. انا وقتي انتهى مع حضراتكم، بس هنتابع طبعا معاكم، احنا فتحنا ملف التعليم ومشاكل التعليم بداية العام الدراسي وايه هي المشكلات اللي بتواجه التلاميذ واولياء الامور والطلاب كمان في الجامعات. حتى القاكم ان شاء الله الساعة 4. تحياتي وفريق البرنامج، الى اللقاء.